ديري لاباس بخير. قرب الفجر، يعني نمشي نصليو تراويح ديال الفجر، تبدا دابا مع ديك الربعة قلق سمعين وقيلة. لما بقى كان في الأول كنا انتي صلى بينا مع الربعة، بدك يهبط. إن شاء الله هنشارك معاكم الخيام اللي مبنيين قدام الباب ديالنا، وكاين ديال النساء وكاين ديال الرجال. دابا انا كون كان الجامع بعيد ما نقدرش نمشي نصلي الفجر، نصلي التراويح ديال مول العشاء، ولكن ديال الفجر بعيد عليا. كنا ديجا واقف قدام الباب وكنتمناكم تشاركوا معايا. يلا تشوفوا الجامع اللي غندخل نصلي فيه، ما نبيتمش يعني النساء ولا هادي، ولكن غنوريكم الخيام، غنوريكم الخيام اللي كنصلي فيه. يلا اجيو معايا وشوفوا الخيام اللي غنصلي فيها التراويح. يلا اجيو معايا. غنشارك معاكم الخيام اللي غنصليو فيهم، بعد نصلي الفجر إن شاء الله لأنها قريبة وقدام الباب. هنشارك معكم إن شاء الله كل شيء. هذا بغادة دخلت الوالدة النخت من هذا السوارت، نقول لها أنا غادة إن شاء الله. ديرا دار الوالد الله يرحمه. مع الليل ظلمة وما هادو انتم كتشوفوهم. انا غندخل دابا للباب، اخواتي احنا دخلنا الجامع، وهذا هو الجامع اللي في الخيام، هذا ديال النساء. هاهما عاد بداو تيدخلو، مع احتراماتي ما نقدرش نصور النساء، بعدت بحالي باش نوريكم الخيام. ها هما هادو، راه القرآن فين حاطينه، وحاطين الزرابي ما كانت صبات الشتا كانوا يجمعوهم، دابا كلشي دابا كيتولوه. ها انتما كتشوفوا هادشي كله كيعمر تبارك الله ما شاء الله الله بنسى. ومليها كاين الرجال، يعني الرجال بوحدهم ونساء بوحدهم. الرجال داير لهم ثلاثه الخيام ونساء داير لهم جوج خيام. تبارك الله دوك جوج خيام كبار، شوف تبارك الله ما شاء الله. ورمضان مبارك كريم، والله يدخل علينا ليلة القدر المباركة بالصحة، وباش كنتمناو يا ربي، وبالمغفرة لجميع المسلمين يا ربي. وانا دابا شاركت معكم جامعة الخيام، لان الجامع ديالنا 6 سنين هو رايب وبعيد باش حنا نصليو في جوامع اخرى. داروا لنا قدامنا هذا باش كنصليو حدا الباب، كنمشيو نصليو التراويح تاع مور العشاء. ودابا هذه راه جيت نصلي ديال الفجر. مع السلامه وبالصحه والراحه.